العالم. يمكن بيقولوا كاس العالم هي اكبر بطولة من حيث الاسم، ولكن كاس الامم الاوروبية هي البطولة الاقوى. حازم والبينية حلوة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، حلوة يا عبد الحليم يا علي، يا سلام الكرة الحلوة حلوة 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 حلوة. عبد الحليم علي يصطادها على طول بضربة رأي، البينية الجميلة حلوة من حازم، وعلى طول عبد الحليم علي لسه بقول لحضراتكم جايب هدف على الأقل في كل مباراة من المباريات الخمسة الأخيرة، يبقى كده ست مباريات متتالية بيجيب فيها أهداف عبد الحليم علي. على فكرة الرقم القياسي للتهديف بصورة متتالية هو لأحمد بلال، 9 مباريات متتالية هدف. ادي الكرة الجميلة من حازم، وادي ضربة الرأس. احمد بلال من الموسم اللي فات كان جايب 9 اهداف متتالية. عبد الحليم علي عامل لنا رقم في التهديف بقى لم يتحقق من سنوات طويلة، يمكن من 30 سنة رقم هداف الدوري ما زادش عن 20 هدف. هل يجيب عبد الحليم علي؟ هنشوف عبد الحليم علي. عبد الحليم ويحط الهدف الثاني للزمالك. يا سلام يا عبد الحليم، الهدف رقم 19 لعبد الحليم علي في الدوري، هداف الدوري بلا منازع. صعب قوي ان حد يحصل عبد الحليم علي، بيجيب في كل مباراة واهدافه ما شاء الله من ضربات الجزاء وضربات الرأس ورجله اليمين ورجله الشمال وكل حاجة، بيجيب اهداف بكل حتة في جسمه. ادي اهو عبد الحليم علي حط الجول حلو قوي. عبد الحليم علي مستوى متميز. يمكن كنت بكلم عبد الحليم علي قبل المباراة اللي فاتت لنادي الزمالك،